انت بوليس مش بوليس خلي حد حد يكفي ماكش داخل كيفاهم الاسداخ ماكش داخل داخل نخدم ماكش داخل بديتو فما كل واحد يقرا الوضع في الطريق يلزم نازل باش المقاربين تقرب لبعضها هكا هو ولا انا عجبتني انت تمشي وانا نمشي فعلا لازمنا ديما نمشي وما نقفوش شوف اولا هو اكبار لدور العمال في تونس وامتنان لهم هي مناسبه لذلك مناسبه ايضا للتذكير لمن يتناسى دور الاتحاد العام التونسي للشغل في معركه التحرر الوطني في معركه الديمقراطيه وفي معركه التنميه واليوم في معركه انجاح الانتقال الديمقراطي وهي ايضا رساله سياسية للدفاع دائما المتواصل على حرية التعبير على حرية التظاهر وعلى إرادة التوانسة مجمعين لأن التوانسة ديما موحدين وما ينجمش اللي يفرقهم رسالة بأن تونس موحدة من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي كلمة اليوم بمناسبة عيد الشغل اليوم اسكو عيد الشغل في تونس تظاهر هذه احيائها ولا الاحتفال بها يمر معناها فرضا ولا تخش عليه معناها شارع حبيب بورقيبه منطقة للزيارة نتاع الاحزاب بكل تظاهرة يعني الاحزاب تقسم رواحها لافنيو يتقسم اليوم ساعة نحب نقول لك اللي احنا راهو ورا الاتحاد هاك تشوف المسار اليوم ما تلقى حتى علم مسار وحتى بندرول مسار اليوم احنا موقف مبدئي من سنوات أن ديما في غرة ماي نكون وراء الاتحاد لأن وراء الاتحاد رمز الشغالين ونظام الشغالين هو الاتحاد عامة الشغل وإحنا وراه دونك هذا فيما يتعلق بوجودي أنا كنقابي في التعليم العالي أكثر منه حاجة أخرى دونك بقى حزاب أخرى كل واحد يتحمل مسؤوليته فيما يقوم به العمال ولفتات جبهة الشعبية نسألك على اليوم رسالة الجبهة الشعبية أو رسالة حزب العمال دون نسبة الرسالة هي رسالة الجبهة الشعبية ولكن بالنظر لكونه اليوم هو عيد العمال وعيد عالمي فاتفقنا بالجبهة الشعبية باش مكونات الجبهة تخرج كذلك براياتها وتخرج بعلاماتها ولكن حول نفس منا الشعارات هذاك باش نحبوا نوريهم الثراء والتنوع اللي في داخل الجبهة الشعبية ولكن الجبهة الشعبية هي الأم الجميع خرجنا باش نقولوا للعمال وللشغالين نحن معاكم باش نقولوا للاتحاد نحن معاكم من اجل الدفاع عن حقوق العمال وعن حقوق المعطلين عن العمل ولكن نحن معاكم باش ندافعوا على تونس وعلى مستقبل تونس وعلى الشعب التونسي. على ما يحدث في القاصرين شنو التعليق؟ الرساله للامن باش نقولوا لهم الجبهه الشعبيه عبر لكم على مساندتها المطلقه من اجل منظومه امنيه جيده يكون فيها اوان الامن وتوفر لهم كل الظروف الماديه والمعنويه باش يقوموا بواجبها والاسار والقصري يوري الحكومه هذه عاجزه عن معالجه مشاكل البلاد كل فيها مشكله هذا يقولون عيد العمال اللي صنعوا الثورة عيد العمال اللي من مصلحتهم نجاح الثورة عيد العمال اللي ما شافوا حتى شيء بعد الثورة كان غلاء المعيشة وانعدام الأمن وصعوبة الظروف الاقتصادية هذاك علاش اليوم احنا في الجبهة الشعبية مع كل القوى الديمقراطية بطلنا باش نحتفلوا بعيد العمال حتى لين ترجع الثورة للعمال وللمهمشين وللفقراء وما يخرجوش هما أكثر ناس خاسرين من هذه الثورة Yeah.
وطنيين حريه يا يوم وطنيين يا اسود يا معقول لا من حقك في الدستور يا اسود يا محدود لا من حقك في الدستور ديني يا ديني لكل الصادقين، لكل الذين يريدون أن يخدموا الوطن، لكل الذين يريدون أن يكونوا قوة اقتراح وقوة عمل وقوة تأثير. حزب المؤتمر فيه من المقومات ما يجعل له مكان لأي واحد يريد أن يخدم هذا الوطن. نريد لهذا العيد أن يكون دعوة لوضع اليد في اليد. نريد لهذا العيد أن يكون عيد شغل، أن نشتغل معا من أجل بناء هذا الوطن. اليوم نشوفوا حزب المؤتمر حاضر بقوة، لكن لسائلنا نسأل العبيد التعليق اللي نقولها العبيد معناتها بعد ما يلاحظوا وجود الفرارة هذه، هل تحولت إلى دعاية حزبية ونسينا أننا في عيد شغل؟ لا بالعكس، هو احنا اليوم حضر المؤتمر لأنه ما يحبش يحضر في مناسبات يمكن يكون فيها تجاذبات. عيد الشغل هو عيد يجمع التونسيين، ولذلك جبنا حضر المؤتمر انتريته بقوة، لكن أنا نتصور مازال المؤتمر عندنا إمكانية باش أكثر يمتد أكثر وينتشر أكثر باش يكون رافض من رافض الثورة، مع أن حتى معناتها ادعاء بأن هذا المؤتمر هو الوحيد اللي دافع الثورة. نقول اليوم في البلاد ثم شكون عنده مصلحه في التغيير، والمؤتمر يكون ان شاء الله في مقدمه الناس هذوما، ثم ناس اخرى لدينا اليوم ايضا تحتفل كيف كيف، لكن معناتها نعرفوها اللي هي ما هياش ماشيه في اتجاه التغيير وقد ترجع الى التغيير. لكن سي عبد الوهاب على مستوى الخطاب، الخطاب هنا يعني يحكي عن فرق السياسيين، يحكي عن اذا تونس عبد الباجي قايد السبسي، ماريناش خطاب يعني يحتفي بالشغالين. ما هو لا لا علاش هو ممكن نحكيه، واحنا قلنا تشوف الشعارات قيمه العمل، ارجع قيمه العمل، بناء الاقتصاد، الاعتماد على الذات، تحية كل الشغالين والحقوق من النقابية، دسترت حق في الضراب وحق في الشغل، احنا في المؤتمر عاملين هذا موجود. بقي اليوم مكتعرفوا احنا في مرحلة انتقالية، ثم قوة نعتبروها اللي هي تحب تركب مثل هذا الحدث حتى توجد لنفسها نوع من الشرعية المفقودة، وذلك علاش تلقى نوع من هذه التجاذبات، وهذا أمر طبيعي في الديمقراطية، وهذا كله إثراء للمشهد السياسي التونسي. يا فرحات يا حشان انتي حدا مر البلاد، يا فرحات يا حشان انتي حدا مر البلاد. انا نقابي منذ 95 وكنا ضمن الصفوف الاماميه ضمن القواعد التي كانت تؤجج حطب الثوره، ثم بعد ما وصلنا للقصبه واحد المركزيه النقابيه حادت عن المسار النقابي واصبحت في خطب الثوره المضاده، في صف الثوره المضاده. بالتالي نحن اليوم كنقابيين من داخل الاتحاد نطالب بضرورة تصحيح المسار النقابي، أولا بمراجعة النظام الداخلي لهذه المنظمة العتيدة التي نعتز بها والتي قدمت الكثير للوطن، ونريدها أن تستمر أيضا على وطنيتها، لأنها اليوم أصبحت مسيسة تحتضنها مجموعة من الأحزاب السياسية، وأكبر دليل على ذلك اليوم بإمكانك أن تتجول في يوم احتفال بعيد الشغل، يوم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، ولا نرى في مسيرة الاتحاد إلا أعلام السياسيين وشعارات الأحزاب السياسية، أما نحن كنقابيين لم نرفع ولو كمسار تصحيح للمسار النقابي داخل الاتحاد، لم نرفع ولو إشارة واحدة سياسية، نحن نتكلم من أرضية نقابية، ونريد للاتحاد أن يكون اتحاداً حراً ديمقراطياً مستقلاً بما في الكلمات من معنى، بمعنى ذلك أن يكون هذا الاتحاد في قراراته وإضراباته التي يشنها يومياً وأصبحت مهرجانات من الإضرابات، بأي عيد شغل يحتفل بعد 250 يوم إضراب على 365 يوم في السنة، أي عيد شغل يتحدث عنه، ثم المطالب الأساسية النقابة التي تكون نقابة وطنية يجب أن يكون قراراتها قرارات قاعدية ومستقلة وديمقراطية، يعني صادرة من صميم القواعد النقابية، ونحن لن نفرط في هذه المنظمة النقابية. عسلامة، أنت شنو مشكلتك مع الاعتصامات؟ حاو بناء تونس مش اعتصامات. صح. شنو المشكلة اللي تراها في الاعتصام؟ انتم قاعدين تونس. تتألم تونس. انتم قاعدين تتظاهروا ضد الاعتصام، شكون اللي يعمل في الاعتصامات في البلاد اليوم؟ أصحاب السوق.
أصحاب السوق. شو معناها ذراع؟ عمل ارتقاء. العباد ما يخدموش بطلين ديما. شو معناها ذراع؟ سبع سنين وأربع سنين. إضراب. إضراب إن فيها الانقطاع عن العمل. الإضراب هو الانقطاع عن العمل. يا حكومة عار الشعب التونسي كلاهو النار.